السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم طلاب الصف الثاني بريب، مرحبا بكم في مادة التربية الإسلامية. عندنا النهاردة الدرس الأول في الغزوة، الدرس الأول في الوحدة الرابعة، درس غزوة مؤتة وقعت في 8 هجريا. والرسول صلى الله عليه وسلم عين 3 من القادة، اللي هو زيد بن حارثة فإن قتل، فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. أراد الرسول أن يبلغ رسالة الإسلام إلى ملوك والأمراء، فبعث الحارث ابن عمير الأزدي إلى شرحبيل ملك الروم، فملك الروم قتله، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم جهز جيش من 3000 وأرسله إلى شرحبيل عشان يأدبوا على اللي هو عمله. بس المسلمين طبعا وهم في الطريق عرفوا إن هم الروم 200000، فأصابهم بعض الضعف، فلكن زيد قال لهم ما ينفع، يعني انتوا خارجين يا اما النصر يا اما الشهاده، واحنا مش بنحارب بالقوه ولا بالعتد بالعتاد، يعني هو بكلمه الله وربنا هو اللي ايه بيوفقنا. استشهاد القادة الثلاث، طبعا قاتل زيد فمزقته طبعا رماح الاعداء، فقاتل جعفر فطبعا قطعت يمناه ثم يسرى، ثم مسك الرايه بالعضدي، بعد كده قتل، بعد استشهد، بعد كده عبد الله بن رواحه فاستشهد. وكان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ونعى الصحابة الثلاثة اللي ماتوا، وطبعا دي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده خالد بن الوليد تولى إمارة الجيش عن طريق طبعا اتفاق المسلمين عليه وخبرته العسكرية وشجاعته والمهارة بتاعته. وطبعا في اليوم دوت اتكسر 9 أسياف في إيد خالد، وسيدنا خالد طبعا بحكمته العسكرية غير من جهة الجيش وغير من التكتيكات بتاعته، يعني خلى المقدمة في المؤخرة والمؤخرة في المقدمة والميسرة في الميمنة وعكس كده، وحسسهم ان في مدد جالهم من المدينة، فألقى الرعب في قلوب الروم وفروا هاربين، ورجع سيدنا خالد منتصر الى المدينة. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان اهل المدينة بيقولوا عليهم يا فرار، بس الرسول عليهم لا، هم القرار ان شاء الله. وشكرا لكم.